أمر جوهري لمستقبل البلاد. كما هو واضح في مباحثاتنا اليوم، ناقشنا بداية مسألة الحرب ضد داعش وإطلاق عملية الموصل. هذه عملية مهمة جدا في حملة القضاء على داعش ودعم التحالف الدولي على داعش. وهناك تحدثنا أيضا عن تفاصيل هذه العملية، والاتحاد الأوروبي جزء من هذه الحملة، ليس من ناحية عسكرية بل من المساعدات الإنسانية. وفي هذه الأوقات العصيبة، فإن الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه يقف مع السلطات العراقية والشعب العراقي. هناك حاجة لأن نحدد أولوياتنا أثناء حملتنا على الموصل، من حيث حماية السكان المدنيين للموصل، وهذا أمر اتفقنا عليه، وأن هذه منطقة مدينة حساسة وهي ضحية أساسية لداعش، واتفقنا على ضرورة احترام القوانين الإنسانية الدولية ومحاولة ضمان حماية المدنيين سكان المدينة. إن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه الحملة بتوفير المساعدات الطبية والإنسانية لكل من سيفرون من المدينة بسبب الاقتتال، وتقديم المساعدة أيضا للأطفال النازحين. أرى المفوض كريستوس ديكونيتس الذي كان معنا في اللقاء، وقدمنا 134 مليون يورو للمساعدات الإنسانية، 50 مليون منها مخصصة للموصل. فالاتحاد الأوروبي بهذا مشارك بالكامل في هذه الحملة الرئيسية في الموصل، وكان كما لدينا دور في استقرار الدول أو المناطق المحررة. وعمليات إحلال الاستقرار هي مهمة بحد ذاتها إضافة إلى العمل العسكري. نحن نركز بالتحديد على التخلص من الألغام، وهي شرط مسبق لإعادة النازحين إلى مدنهم، وأيضا استقرار المدن المحررة والمناطق المحررة. ناقشنا هذا الأمر مطولا لليوم الذي سيلي نجاح هذه الحملة. ناقشنا مسألة بناء السلام والمصالحة في دولة عراقية موحدة ومتحدة وشاملة وشمولية سياسية واقتصادية. وأيضا قد نظرنا إلى الخطوات التي قامت بها الحكومة بشكل إيجابي. درسنا العلاقات العراقية مع دول جوارها والوضع بسوريا، خاصة بعد المجلس الذي اجتمع يوم أمس وفي لوكسمبورغ، وتبادلنا الآراء حول تقييم هذه الأزمة وطرق الخروج منها. وكذلك بشكل عام ناقشنا العلاقات المختلفة في المنطقة. تعرفون أن الاتحاد الأوروبي يفضل الحوار بين كل دول المنطقة، وخاصة أننا نركز جميعا على مهمة محاربة داعش ودحرها. سأتوقف هنا، لم أتحدث على أننا حظينا بلقاء بناء ومثمر. دخلنا في تفاصيل العلاقات الثنائية، من طاقة إلى تجارة إلى حقوق إنسان إلى تعاون إنساني وقطاعات أخرى. استفدنا من الأعمال التي تمت خلال هذه الأشهر، وأعددنا الأرضية لتقدم في المستقبل القريب. وأيضا ويتبادل الخبراء من كلا الطرفين الآراء بشكل متواصل.
متواصل. بعد انتهاء هذه الحملة سيكون هناك معنى سياسي أقوى لوجودنا هنا في بروكسل، لأننا نبدي دعمنا الكامل وعملنا المشترك والالتزام تجاه العمل المشترك في المستقبل. نعلم أن ما سيحدث بعد هذه الحملات على الأرض يكون عادة أهم من الحملات نفسها. الأولوية هي الآن للحملة لأن نركز على نجاح هذه الحملة. شكرا. مستر الجعفري. أحييكم جميعا أجمل التحية في هذا اللقاء. استلينا بلقاء مع السيدة فريدريكا، تداولنا فيها شؤون سياسية مختلفة ما يتعلق بالعراق وما يرتبط بوضع العراق والمنطقة بالقدر التي فرزته أحداث المواجهة ضد داعش. من الطبيعي كانت أن تحتل ملفات التحرير الموصل تأخذ الأولوية بالحوار، سواء كان في اللقاء الثنائي مع السيدة فريدريكا ولا في اللقاءات الأخرى التي حصلت. كانت هناك إضافة للحوار السياسي مراجعة عمل اللجان الفرعية التي تشمل عادة لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، جرى التوقف عندها وتعريفها والخروج منها إلى لجنة أخرى وهي لجنة التجارة والاقتصاد وكذلك لجنة الطاقة والنقل. أيضا استمعنا إلى خيارات الدعم الأوروبي. العراق ليس خافيا على أحد، يحتاج إلى دعم، والعراق إنما يقاتل في الموصل كما قاتل في المناطق الأخرى. ليس فقط صحيح هو يقاتل في الأرض العراقية لكنه يقاتل خطر مشترك عام من العراق ويهم المنطقة بل يهم العالم، سواء كان في أهدافه المتوسطة والبعيدة أو الجنود الذين جاءوا والذين ولا أفراد الذين ينخرطون مواطني داعش بهذا العدد الكبير يجاءوا من بلدان العالم المختلفة من بلدان الديمقراطية. لذلك كان اللقاء جدا مثمر، وفي تقديري كانت فرصة طيبة نتعرف على الآراء ونعرف حاجتنا الحقيقية. أيضا نجاح الحملة العسكرية في الموصل سيشكل انعطافة بالمسار الأمني والمسارات الأخرى ليس فقط للعراق بل في العالم كله، لأن داعش اليوم لم تبدأ بالعراق ولن تنتهي بالعراق، تحاول أن تواصل أعمالها التخريبية في أكثر من منطقة من مناطق العالم، فيجب أن ينظر لها بهذا الحجم. وبالتالي فإن العراق إنما يقاتل ليس فقط دفاعا عن نفسه بل كذلك دفاع عن بلدان العالم كافة، خصوصا أن جنود داعش ينتمون إلى أكثر من 100 دولة، فمن يمنع هؤلاء أن يعودوا إلى بلدانهم ويمارسوا هذا العمل التخريبي؟ فلذلك العراق بكل اعتزاز وبكل تواضع يقول أنه يدافع عن بلدان العالم المتحضر، عن بلدان الدول النادي الديمقراطي. أنا أشيد من هذا الموقع بموقف القوات المسلحة العراقية، كانت استبسلت بشجاعة، راعت كل الضوابط وراعت المعايير الإنسانية. مثل ما حصل في الفلوجة كانت تراعي أقل الخسائر التي تقعها في المدينة، لذلك دفعت ثمنا غاليا، دفعت دما إضافيا من أجل الحفاظ على العوائل وعلى السكان الآمنين. كذلك تصرف وقت كثير وتراعي الاحتياطات لئلا، لأننا نعرف جيدا أن الطرف المقابل يحاول أن يتدرع بالعوائل كدروع بشرية من أجل أن يعرقل العملية العسكرية والحرص القوات المسلحة العراقية بكل فصائلها، سواء كانت الحشد الشعبي أم البيشمركة أم أبناء العشائر، كلهم يلتزمون بها الأخلاقية العسكرية من أجل أن لا يسيئوا إلى أحد ويحرر الموصل بأقل الخسائر الممكنة. طبعا مدينة الموصل لها خصوصياتها تختلف عن بقية المدن الأخرى من حيث حجم سكانها ومن حيث تنوع مجتمعها الموصلي، بهم ديانات متعددة، مذاهب متعددة، قوميات متعددة، وشرائح اجتماعية متعددة. ولذلك نحتاج إلى جهد إضافي ماذا بعد تحرير الموصل، وكما أنها منطقة محددة إلى الحدود مع الوضع الإقليمي تختلف عن بقية المدن، فأيضا يجب أن نتعاون مع كافة الأصدقاء والأخوان أن يتعاملوا معنا لتحقيق النصر وتحرير مدينة الموصل من دونها. طبعا العراق الآن وهو يمر بهذا الظروف
أحتاج مساعدات، وإن كان العراق بلدا غنيا متعدد الثروات، بس الآن يمر بظرف استثنائي، ونفقات الحرب والنفقات العسكرية عالية، العراق يدفعها من جانب، موارد الدولة من النفط قلت الآن بسبب الانخفاض الحاد بسعر النفط، هذا الارتفاع العالي بالنفقات والانخفاض الشديد بالمردود وبالمحصول الاقتصادي العراقي قد عرض العراق إلى حالة حرجة من الناحية المالية، ولذلك نشكر الدول التي ساهمت، وأيضا نتطلع على أنها تواصل بالدعم المالي ومختلف أنواع الدعم، وأن العراق الآن بمعركته هذه يعني يسجل انتصارات، ولكم جميعا كاتحاد أوروبي وكذلك بقية البلدان أنكم تفخروا وتفرحوا للانتصارات التي يحققها أبناؤنا الشجعان أبناء القوات المسلحة العراقية، لأنه ليس فقط نصل للعراقيين بل نصل لكل القوى الخيرة والشعوب المحبة للأمن والسلام في العدل المشترك وهو داعش. العراق اليوم ارتقى إلى مستوى الدول الديمقراطية التي تحترم كافة الالتزامات. العراق اليوم شرع بعملية ديمقراطية ومر بمحطات متعددة من الانتخابات وأجرى تغييرات أساسية في الدستور. نحن نحترم الدستور ونلتزم بالدستور، وحتى إذا كانت لدينا بعض التعديلات على الدستور لن نتجاوز الدستور، وإنما نعدل الدستور بطريقة دستورية، كما أننا نحترم السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان ونعالج الأمور بطريقة برلمانية، حتى إذا كانت هناك ملاحظات على نشاط البرلمان بس نعالجها ليس من موقع الفساد والاختراق. لذلك تحاورنا مع كافة الجهات على أساس احترام الدستور، احترام السلطات المتعددة، ونؤكد أن العملية الديمقراطية بالعراق تمشي جنبنا إلى جنب، إلى إرساء القاعدة الاقتصادية، إرساء الجانب الأمني. العراق صمم على مكافحة الفساد، والسيد رئيس الوزراء أعلن منذ شروعه في أول الدورة قبل سنتين وشهرين صمم على مسألة إجراء الإصلاحات وباقة الإصلاحات وسلة الإصلاحات على كافة الصعد، ولذلك رغم وجود تحدي الإرهاب واحتلال مدينة الموصل، لأنه ما فتر ولا تردد أن يواصل عملية الإصلاح الاقتصادي والإصلاح، نتطلع إلى مزيد من الدعم من قبل الدول الديمقراطية في مقدمتها الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن تصب هذه كلها من صالح السلم والأمن والعراق في مقدمتها. صحيح أن المساعدات التي قدمت للعراق كانت جزلة، لكن بكل تأكيد من يدقق النظر بالحاجات التي تحتاجها العملية العسكرية وما تترتب عليها من نزوح المواطنين العراقيين والأضرار التي ترتبت تحتاج إلى مساعدات أكثر، والعراق لن ينسى من يقف إلى جانبه خصوصا في ظروف المحنة، يعني يبقى يتذكر الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه، ولذلك لن تذهب هذه المساعدات التي تقدمت للعراق. إضافة إلى ذلك، لقد عرف العالم جيدا أن الدول التي تتعرض إلى احتلال داعش ستحظى بحضور كل دول العالم، ولا ينبغي أن تنفرد داعش بشعب البلد اللي تحتله والحكومة اللي تواجهها، وإنما ستواجه كل الحكومات الوطنية، كل الشعوب، كل الرادات الخيرة، كل منظمات المجتمع المدني، كلها ستقف إلى جانب هذا الشعب. وهذا درس بالغ التأثير من أن البلدان لا تقاتل لوحدها، البلدان تقاتل ولها رصيد إنساني يعم كل المنطقة. مرة أخرى أجدد شكري للسيدة فريدريكا على اللقاء الذي حصل والتصريحات التي والحوارات التي حصلت بيني وبينها في أكثر من لقاء، يعني كانت جزيلة ولقاءات كانت لقاءات ثمينة ومثمرة. شكرا جزيلا. إذن تابعنا مشاهدينا